بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. اليوم as continuation of the previous labs, we have today small and large intestinal lab. We have to discuss the common problems or common diseases in the small and large intestine and their microscopic and gross pictures. First, we have one of the congenital anomalies of the intestine, of the small intestine, is the Meckel's diverticulum. It's a common congenital anomalies. راح يكون هذا دائما يصير misdiagnosis via appendicitis. هسه يشوفون بعدين بالكلينيكال من الداومون يفتحون البيشنت على أساس هو appendicitis وبعدين يطلع الأبندكس كل شيء ما بيه ويكون الانفلاميشن هو بالميكل دايفرتيكولم. هذا الميكل دايفرتيكولم عبارة عن دايفرتيكولم هو شنو هو الدايفرتيكولا out pouching of the wall of the intestine. هنا هذا واحدة من الكيسات هذا grossly شايلي part of the small intestine وطالع منه هذا الدايفرتيكولام. المشكلة بالدايفرتيكولام ممكن يسوينا يعني من موجود هو عادة يجوز موجود بهواي percent of population بس ما بي complication. هنا الكومبليكيشن اللي تكون يصير به هيتروتوبيك تيشو. يعني شنو هيتروتوبيا؟ يعني اكو تيشو من غير مكان جاية قاعدة بيه. مثلا هو بالسمول انتستاين المفروض الوال مالته هو مع السمول انتستاينال وال راح نلقي جاستريك تيشو موجودة بيه او نلقي بنكرياتيك تيشو. هذه وجودها مو يعني راح نتركه لانه راح يسوينا كومبليكيشن. مثلا الجاستريك راح تنطينا اسيدز راح يسوينا ulceration هيموريج كومبليكيشن. الانتستاينال تعطينا بنكرياتيك انزيمز فسوينا الكومبليكيشن مالته. واحدة من الكومبليكيشن هنا هو بالسايز مالته هذا لارج سايز والبيشنت بيبي 8 مانث راح يصير عنده انتستاينال اوبستراكشن وانتسبشن وفاتحين لايقين الكوز هذا ويشيلوه وتنتهي المشكلة. هذه الهيتروتوبيا اللي حكينا عليها هذا هو الوال مالته انتستاينال وال. تشوفون هذا هنا اكو جراوث غير شكل بس تشو غير شكل هذا جاستريك تشو من فحصناه مايكروسكوبيكلي طلع جاستريك تشو. هذه المايكروسكوبيك فيتشر مالته. هنا هذا الانتستاينال ابيثيليوم اللي هي عبارة عن بلايات بيهن جوبلت سيل ذن البيض. وهنا هو الجاستريك تيشو اللي لقيناه واللي هو نورمال. مرات يصير بي حتى احنا لازم نفحص الميكل دايفرتيكولا مو بس نشيله ونشمره لازم ينفحص لانه مرات نلقي بي ديسبلاستيك تشينجز نلقي بي كارسينوما حتى تصير اني تايب من التيشو اللي موجود بي ممكن تطلع لنا منه كارسينوما. لذلك لازم ينفحص وندور على الاذر تيشو الموجودات. هذه جاستريك تيشو اذا نكبر عليها تشوفوها جاستريك تيشو وهذا الانتستينال تيشو هذه جوبلت سيل ونورمال ابيثيليوم ما بي اي ديسبليجيا ولا بي مالجنسي. نجي على الانفلاماتوري ديزيزز بالسمول انتستاين. واحده من الكومن انفلاماتوري ديزيز تصير احنا عندنا اثنين مهمات هنا الكرون والالسراتيف ودائما ينخاذن سوا نقراهن واكو تشابه كبير بيناتن سيميلاريتي واكو ديفرنسز هوايه وهسه نجيهم بالنظري ان ديتيلز. واحد الكرون ديزيز عادة يصير بالسمول انتستاين اكثر من اللارج انتستاين. الالسراتيف بالعكس يصير باللارج انتستاين اكثر بس هو ان جنرال الكرون انفولف الجي اي تي من الاورال كافيتي ممكن الى الانس بس اكثر شيء بالسمول انتستاين واكثر شيء بالاليام. هذا الجروس فيتشر. هو شنو الكرون ديزيز؟ الكرون ديزيز عبارة عن انفلاماتوري ديزيز يصير انفلاميشن بي هواية كوزز ممكن ايديوباثيك ممكن جينيتيك ممكن حتى النورمال فلورا داخلة بيها بس ليست اوف كوزز وكلها بعدها يعني مو كل واحد الرول مالتهن قليل بس هن يعني موجودات. هو على الاكثر ايديوباثيك واميونيتي تدخل بيه هواية لهم انتي باديز بالسيرولوجي يحللولهم حتى نسوي كونفرميشن للدايجنوسيس. هذا بس بارت من السمول انتستاين شايلي. شوفوا هذه نورمال ميوكوزا هذه نورمال ميوكوزا مع السمول انتستاين ما بيها شيء. هنا هذا اللي يسموه كوبل ستون هذا بس كاركترستيك فيتشر بال كرون ديزيز كوبل ستون ابيرنز اللي هو شنو اللي هنا اللي مشكله اللي راح يصير عندنا هو انفلاميشن والسريشن راح يصير. فمن يصير بي هيلينج هاي منطقة نورمال وبصفها منطقة ulceration وبصفها منطقة فراح يصير يعني regeneration وgranulation تشو regenerating epithelium فتصير مناطق هيجي عالية مثل البوليبس بس بيدد وحدة بصف اللخ يعني يسموه كوبلستون. هذا الفيتشر مال الكوبلستون
appearance اللي هو characteristic of Crohn disease. بي شغلات characteristic مثلا الكوبلستون تفرقنا عن الالسراتيف كولايتس هناك يصير سيدوبوليب. الجرانيولوما مثلا بالمايكروسكوبك هناك تكون قليلة والسايز مالتها يختلف. فيعني اكو لسته هسه بناخذها بالنظري. هذا همينة other gross feature of Crohn disease. ده تشوفون هذه الكوبلستون appearance. طبعا هذا الفات هذا جايبين الكولون الانتستاين قاسميها بالطول فاتحيها. هذه ده تشوفون هذه الفاتح وهذا نورمال ميكوزا وطالع من عنده ذني الانفلاماتوري الانفلاماتوري كوبلستون اور بوليبس. هذه الفات اللي داير مداير الخارج يعني هذا وهذا الوول الداخل مالته هذا فات هذا فاتي تشو يكون هيجي بيل. بعدين من نحطه بالفورمالين هذا بعده فريش ما محطوط الفورمالين نحطه بالفورمالين هذا راح يكون افتح بعد على بياض. هذا بس ادفانس كيس. احنا عندنا همنا من الكاركترستيك عندنا لونجيتودينال ألسرز يصير بالكرون ديزيز همنا ديب ألسرز ويصير بيا فيستولا. فهنا عندنا اللي ظاهرين هذه لونجيتودينال ألسرز نيومرس ألسرز كاركترستيك تختلف عن ديك الألسرز. هناك ديك الألسر بالألسراتيف كولايتس تكون هاب هازارد يعني وتكون هيك الدايركشن مالتها. هذه تكون لونجيتودينال ألسرز وفيشرز هذا فيشر هذا فيشر ألسرات موجودة. هذا فايبروسيز هنا تشوفون شلون الوول صاير بمنطقة مناطق فايبروسيز. فالفيشرز واللونجيتودينال ألسر ذني كاركترستيك اوف كرون ديزيز. المهم بالمايكروسكوبك بالكرون ديزيز وكلش يفيدنا انه نسميه ترانسميورال انفلاميشن او ترانسميورال انفولفمنت. شنو ترانسميورال؟ يعني تاخذ كل الوول كله انفولد. الابيثيليوم يصير بيه ألسريشن وانفلاميشن وتشينجز. المصل جوا راح يصير بيها هايبرتروفي ويصير دوبليكيشن اوف مصل. حتى النيرف يصير بها هايبرتروفي. الفاتي تشو يصير بيه انفولفمنت ورابينج. فدائما احنا في يعني عاده حتى لو تجينا الكيس مثلا مرات تجينا بس في السكوله ما عندنا يعني بس ديفرنشيال انه مخلينا بالكلينيشن الدازه انه هذا كرون ديزيز. بعدين من نشوفه ترانسميورال انفلاميشن اول ما نخلي بالنا انه هذا كرون ديزيز نقوم ندور على باقي الكرايتيريا. فترانسميورال انفلاميشن كلش مهم. ترانسميورال انفولفمنت كلش مهم بالكرون ديزيز. هذه واذر مايكروسكوبيك فيتشر على باور اقوى اكبر. دنشوف هنا عندنا هاي مناطق ألسريشن. هنا رايح الإبيثيليوم هنا نورمال باقي إبيثيليوم هنا بادي يصير بي سلافينج همينة. فهذه ألسريشن بعد ايش راح نشوف؟ راح نشوف الكريبت هذه الكريبت اللي هنا الجلاندات راح يصير بيها ديستورشن يعني شكلها مخربط. هسه هي المفروض هيجي هذه جلاند مدورة المفروض هنا صاير بيها ديستورشن بالكريبس وخصوصا بالكرونيك كيسز راح يصير كريب ديستورشن. يبقى هنا تشوفون هذه الهايبر كروميجيا قلنا هذا الطواخ اللي يصير تكون بنفسجية الجلاند. هذه قلنا فيتشر اوف اتيبيا هذه مو اتيبيا مال مالجنانسي يسموها رياكتيف اتيبيا اللي هي نتيجة انفلاميشن قوي وجلاندز اتدمرت ورجعت يصير بيها ريجنريشن فيسموها رياكتيف اتيبيا. يعني النوكليس من ننزل عليها راح نلقيها نورمال شكلها بس بيها هايبر كروميجيا. مصل هايبرتروفي شوفوا المصلز واضحة واذا ناخذ مقطع يمكن اكثر ننزل بيه تطلع المصل اكبر واكو دابليكيشن اوف مصل. انفلاميشن كلش واضح ده شوفون هاي الطواخات هنا فوق انفلاميشن هذا كله انفلاميشن. الاوديما هذه الستروما كلها هاي الفراغات الفواتح بيها هذه كلها اوديما صايرة نتيجة الانفلاميشن. هذه الليمفويد اجريجيشن اكو زين. فهذه يعني بس صوره ممكن تعطينا هوايه من الميكروسكوبك فيتشر. يعني هذه اذا اجيب لكم اياها واقول لكم راح تشوفون ترانسميورال انفولفمنت ذن تشينجز كلهن يعني تقدرون تذكروهن كميكروسكوبك فيتشر. هذه صوره هاي باور للانفلاميشن تشوفون شلون مليان انفلاميشن الستروما والابيثيليوم همينه انفلام. تشوفون هذه كل التايبس مال اكيوت انفلاميشن. هذه الحمر ذني الحمر كلش ذني ايوزينوفيلز الايوزينوفيلز هي تشوفوهن حمر.
فعندنا نيوتروفيلز ايوزينوفيلز ليمفوسايتس هوايه مسويتلنا هذا الانفلاميشن. ما اكو شغله مهمه بالكرون ديزيز وتفرقنا اياها عن الالسراتيف كولايتس اللي هي الجرانيولوما. الجرانيولوما تعرفوها ماخذيها بالجنرال باثولوجي اللي هي ابيثيليويد هيستيوسايت وتسوي بيها كوزز هوايه. واحده من الكوزز مالتها هو الكرون ديزيز. دائما من ناخذ فشي بالجي اي تي نلقى جرانيولوما ناسا نخلي ببالنا كرون ديزيز. هي صحيح مو يعني موجوده ب 100%، يقول 40 الى 60% فقط موجوده، بس وجودها هو كلش انديكاتيف اوف كرون ديزيز. ممكن نلقيها بمناطق اللي هي انفولف بالانفلاميشن، وممكن نلقيها بمناطق نورمال يعني، حتى مرات يلقيها بالليمف نود مال الانتستاين، مو شرط بالوول نفسه او بالميوكوزا. هذه شكلها الجرانيولوما، راح تشوفوها عباره عن بس يعني هيك مثل الدوار مثل الفريرات. اكو اوضح واكو تكون هسه هذه تعتبر ويل فورمد مبينه. هسه من هذه الباور احنا نشوفها جرانيولوما هيك مدوره. اكو لا تجينا كلش يعني مو قوة نقدر نبينها او نلقفها انه جرانيولوما، واكو تجي اوضح بعد. فهذه جرانيولوما وياها هذا الانفلاميشن وترانسميورال والهيستوري مال البيشنت، وممكن دازي سيرولوجي همينه اندوسكوبيك فيتشر، فراح يصير كولكشن اوف داتا نقدر ندقنز الكرون ديزيز. الاذر ديزيز بالسمول انتستاين مهم وكمان اللي هو السيلياك ديزيز، واحد من المال ابسوربشن سيندرومز اللي راح ناخذهم بالنظري هو اهم واحد اللي هو السيلياك ديزيز. وكلش كمان كلش كمان يعني يعني هو الجنرال بوبوليشن مو بس بالسناتر. هسه اذا تشوفون بالجي اي تي مستشفى الجهاز الهضمي بالمدينة، يعني يومية يمكن الروتين مال الكيسات احنا اللي نشوفها اذا 60 كيس، يعني بس 40 من عندهم هم سيلياك يطلعوا، لان هو سنتر كولكشن سنتر يجي من كل المحافظات بيه. احنا عندنا بالسيلياك ديزيز هذه الميوكوزا النورمال ميوكوزا مع الانتستاين اللي تكون فيلايات هيك طويله الفيلاي، وعندنا هذه الكريبتس، هذه الكريبتس الجواها المدورات الجلانز. بالسيلياك ديزيز راح يصير طبعا تعرفوه هو اوتو اميون ديزيز، راح يصير ديستركشن بذن الفيلايات الاطوال، فراح تروح هاي الفيلايات. الشغله الثانيه اللي تصير هو كريبت هايبربليجيا، ذن الكريبتس راح يزيدن، وراح يصير انترا ابيثيليال انفلاميشن، ليمفوسايتس تدخل بالابيثيليوم. ذن ثلاث شغلات بيهن بس سكور طبعا يعني ما خليت لكم اياه، يعني معتبره مو شغلكم. يحسبون ايش قد اكو ديستركشن بالهاي، ايش قد اكو ايش وقت ايش قد انكريز بالكريبس، ايش قد انكريز بالانترا ابيثيليال ليمفوسايتس، ويطلعوا لنا السكور مال الديزيز. هذه صوره نورمال، شوفوا الفرق عن هذه الصوره. هذه الصوره طبعا احنا من نشوف بالمايكروسكوب اذا لقينا ثلاث فيلايات وحده بصف اللخ نورمال، هذا بعد اكسكلود السيلياك ديزيز، يعني انه منطقه نورمال خلاص. يعني ما دام بالسيلياك ديزيز ما راح نلقي هيج شكل ابد، ما راح نلقي ثلاث فيلايات او اربعه وحده بصف اللخ، راح نلقيها كلها هيج شكل او اصلا ماكو. عندنا هذا يسموه سب توتال اتروفي او بارشال اتروفي، اللي هو يعني هو احنا صح ماخذين بايوبسي صغيره من الانتستان، بس هي نعتبرها نمشي عليها انديكاتيف. هذه هسه هاي شكلها مو نفس هذه نورمال. الطول مالتها ايش قد اللينث مالتها ايش قد بالنسبه للكريبتس اطول كلش طويله. هنا صار بها بلانتينج بالفيلايه، صايره صغير قصيره وصايره والويث مالتها كبران. هنا اصلا رايحه الفيلايات ماكو، هذه هم شكلها اب نورمال، فكل الفيتشر يطلع لنا هيجي او يطلع كله هيجي فلات مثل هذه، ماكو فيلايات. والشغله الثانيه اللي صايره انكريز كريبت هايبربليجيا، شوف هنا ايش كم وحده، شوف هنا ايش كم وحده، 1 2 3 4، شوفوا ايش قد هنا كريبس، شوفوا هنا ايش قد قليله. الشغله الثالثه اللي هي الانترا ابيثيريال ليمفوسايتس، شوفون ايش قد هنا اكو ليمفوسايت داخلات من عدا الانفلاميشن اللي صاير بالميوكوزا داخل الميوكوزا. هنا تشوفون ايش قد صاعد ليمفوسايتس، هذه الليمفوسايتس همينا نحسبها ونطلع السكور. شوفوا هذه بالنورمال كلش قليل، هنا
بس النيوكليوس تقريبا بالوول، يعني اكو here and there lymphocytes، بس هنا مبينة من الهاي الباور قبل ما ننزل عليها اكو increase ان النقاط الطوخ هو lymphocytes صعدت. هذا السيلياك ديزيز هيك نشوفه، هذه نورمال فيلات، هذه نورمال فيلس، وهنا فيلس اتروفي نقول عليه راح يصير فيلس اتروفي. other tumor يصير بالجي اي تي السمول انتستاين اللي هو الجست تيومر جاسترو انتستاينال سترومال تيومر. هذا مين يطلع؟ يطلع من السيلز اوف كاجال اللي هي بالوول موجوده وتعتبر مسؤوله عن البريستالسيس مال الانتستاين. فهذا يجينا تو تايبس، يا اما يجينا السيلز مالته سبيندل هيك مثل ذني طولانيات، او يجينا ابيثاليويد، بس اكثر شيء يعني هو يجي سبيندل. فخليت لكم صوره السبيندل، طبعا هو بي رينج من البناين الى المالجننت حسب السايت وحسب السايز وحسب السايز والسايت والمايتوسيس مايتوتيك اكتيفيتي الموجوده بيه. الفيتشر هم يعني السبيندل احسن من الابيثاليويد هم يعني بالفيتشر مال البناينسي، فتكون بلاند. بلاند يعني شنو؟ يعني سيلز بناين ما بيها اي تشينجز، بناين ابييرنج سبيندل سيل كاركترايز ذس سمول انتستينال جيست. الجيست قلنا اهم شيء انه ياخذ بي سي دي 117 او السي كيت، هذه الصبغه اللي هي انديكاتيف يعني دايجنوستيك بي. نجي على اللارج انتستاين. اللارج انتستاين اول كونجنيتال ديزيز بيها والكمان اللي هو الهيرشبرينج ديزيز مهم. هذا الهيرشبرينج ديزيز راح يصير من ماكو جانجليون سيل، ابسنس اوف جانجليون سيل ان ذا سب ميوكوزال ميزنر اند بالماينتريك ايرباخ بلكسس. زين هذا هو الهول مارك اوف ذا باثوجينيسيس ابسنس اوف جانجليون سيل. فاللي راح النتيجه راح تكون شنو؟ راح يصير كونتراكشن بالاريا اللي انفولفد، ونتيجه هسه هذا ولا هو مو كلش هنا بين كونتراكشن، بس هذه المنطقه تعتبر كونتراكتد بالنسبه لهاي. نتيجه الكونتراكشن مال هاي راح يصير دايليتيشن بالبروكسيمال بارت، وراح تبدا عندنا الكومبليكيشن والبرزنتيشن. عاده يصير بالميلز ومن البدايه مرات يلقفوه اذا لونج سيجمنت، خصوصا مثلا يصير ديلي بالباس ميكونيوم او اصلا ما باس ميكونيوم، مرات يجي از انتستينال اوبستراكشن، او يجينا بعدين يعني اذا من البدايه مشت الامور بعدين شوي شوي راح يبدا عندنا مثلا كونستيبيشن الى ان نلقفه بالدايجنوستس. طبعا ياخذون هذا بالعمليه، يسوي ريسكشن للاريا اللي انفولفد اللي هي ما تشتغل، ما بيها نيرفز، ما بيها يعني جانجليا مو ما بيها نيرفز، وياخذ يدزلنا البايوبسي من عندها من المارجن، مثلا قص لي هنا ينطينا من المارجن هنا نشوفها هذه المارجن راسا. طبعا الفروزن سكشن، الفروزن سكشن اذا سامعين بي هو انه خلال العمليه ياخذ بايوبسي ويدزلنا، فمثلا يعني لحد الان هو ما عنده فكره عن الدايجنوستس، فاحنا نشوفه بناين مالجنت او هاي المارجن نورمال لو ما نورمال، وندزل هي خلال ربع ساعه الى يعني ثلث ساعه المفروض ترجع للنتيجه ويشتغل على اساسها. فهنا راح يدزلنا مثلا من المارجن قصلي هنا راح يدزلنا من المارجن مالته، راح نشوفها اذا نورمال بيها جانجليون سيل نقول له اوكي كمل خلاص القصه مالتك صحيحه، اذا ما لقينا بها جانجليون سيل نقول له ماكو، فراح يصعد بعد يقص اكثر وهكذا الى ان يوصل الى مارجن نورمال ويسوي انستوموسز ويرجع طبيعي. عاده يصير بالميلز اكثر من الفيميلز. فهذا الميكروسكوبيك فيتشر نشوف هنا هذه الميوكوزا الكولونوكي ميوكوزا ما بيها شيء نورمال او يعني بس مايلد انفلاميشن بيها. هنا السب ميوكوزا ما بيها جانجليون سيل، طبعا الجانجليون سيلز تصير شويه سيلات كبيره. هذا اللي ده شوفوه ده وهذا 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 هذا نيرفز عندنا هايبرتروفيك سب ميكوزا نيرف صار بيها هايبرتروفي. هذا النيرف هيك تشوفوه بالمايكروسكوب يشوفوه، بس يعني هذا هيك مقصوص بالعرض هو، فتشوفوه عبارة عن سبيندل سيل شوية ويفي نيوكلياي هيك متموجة للنيوكلياي مالتها، وهذا شكلهم يعني ما تنسوا بعد من تشوفوا النيرف.
هذا النيرف، ونقول مرات يصير ويا انفلاميشن، وهذه يعني مايلد انفلاميشن هنا أنا ما مذكور. عندنا اللي حكينا عليه قبل شويه الالسراتيف كولايتس اللي قلنا يصير هو انيوير بس باللارج انتستاين اكثر. ده تشوفون شلون هذه نورمال انتستاين نورمال ميوكوزا مال الكولون، وهذه الهايبريميا. الالسراتيف كولايتس يصير هيموراجيك اكثر، كومبليكيشن مالته هيموراج اكثر، فهذا هيموراج همين راح يصير عباره عن ulceration ويصير بيها هيلينج، ومناطق نورمال بصفها ومناطق هاي، فراح يصير عندنا فشي نسميه السيدو بوليب. شوفوا هسه هذه اذر فيتشر جروس، هذا همين فريش كولون جاي بيقاصي بالطول، هذه الميوكوزا كلها افكت. يشوف هنا انا باديه شويه نورمال ميوكوزا بس همين بيها هيموراج واصلها. تشوفون هذا يسموه سيدو بوليب. شلون يطلع السيدو بوليب؟ سيدو بوليب يطلع من مناطق يصير بها ألسريشن، والمنطقة النورمال بصفها راح تعتبر أصير أعلى من عدها، فتبين سيدو بوليب يعني مو بوليب حقيقي. هذا الفاتي تيشو مال الكولون، هذا الوال مالته لايننج، وهذه الميوكوزا الأفكتد والديزيز. هذه أذر فيتشر، شوفون شلون بوليبس بوليب زين regeneration granulation ulceration healing، فراح يطلع لنا هيجي الميوكوزا مالته. هنا انا مايكروسكوبيك فيتشر كلش واضح البليدنج، هذه الحمارات كلها بليدنج دايليتد بلاد فازل او انتر جلاندولار بليدنج موجود. يعني هذا الانفلاميشن القوي، ده تشوفون الستروما مليانه سيلز كلها انفلاميشن، اكو انفلاميشن انفلاماتوري سيلز داخله بالإبيثيليوم مال الكريبس، هذه نسميها كريبتايتس يعني بعدها هنا بالإبيثيليوم. هذا اللي نلقيها داخله جوا يسموه كريبت ابسس، يعني داخله النيوتروفيل والانفلاماتوري سيل بنص الكريبت مسويه كريبت ابسس. شوفوا هذا همين بادي هنا كلهن بيهن انفلاميشن بالإبيثيليوم، بس اكو هذين كريبت ابسس هنا الانفلاميشن كلش قوي بالنص هيموريج. هذا فيتشر مال ألسراتيف كولايتس، هذه هاي باور. تشوفون انفلاميشن اكو هنا، اكو رياكتيف تشينجز بالنيوكلياس، هذه النيوكلياس يعني مو ديسبلاستيك، نعتبرها رياكتيف تشينجز يعني دا يصير بيها جنريشن ريجنريشن. هنا الكريبت ابسس واضح، هنا انفلاماتوري سيلز واضحه، عندنا ماني تايبس نيوتروفيل. نيوتروفيل مهمه بالالسراتيف كولايتس لانه تعتبر اكتيف ديزيز، وطبعا هو الكريبت ابسس هو نيوتروفيل كولكشن داخل هذه همنا يعتبر اكيوت يعني او اكتيف. هذا همين اذر مايكروسكوبيك فيتشر، همين نشوف انفلاميشن قوي، كريبت ابسس، ديستورشن بالجلاندز همين بالكريبس مثل الكرون ديزيز همين ديستورشن، وهذا الديستورشن مهم بالكرونيك كرونيك ألسراتيف كولايتس بي كرايتيريا. هسه نشوفها بالنظري ماخذيها اللي هو يكون ديستورشن بالجلاند انفلاميشن يعني اقل، السيلز مال انفلاميشن بان سيل ميتابليجيا مهمه. هذا بس مايكروسكوبيك فيتشر يبين لنا السيدو بوليب اللي دا تشوفون هسه، هذا هنا ألسريشن طايره الميوكوزا، هنا ألسريشن طايره الميوكوزا، هنا نورمال ميوكوزا، هذه نورمال ميوكوزا صاعده. شوفوا شلون اعلى من الألسريتد اريا، فتبين لنا بالجروس سيدو بوليب. هسه هذه نورمال ميوكوزا وهذه منا ومنا ألسريتد ميوكوزا كلها صاير بها هيموراج وجرانيوليشن تشو. عندنا المهم بالانتستان السمول واللارج هو البوليبس. عندنا many types of polyp راح نذكرهم بالنظري، خليت لكم يعني بس اثنين يمكن من عندهم هنا صور مالتهم لانه يعني هواية انواع وراح تدوخون بها. فهذا واحد بوحدة من التايبات اللي هو الجوفينايل او retention polyp، من اسمه جوفينايل، اي شي جوفينايل هو يصير يعني young children. هذا مبين من شكله شلون قاصي، هذا يعني على طول قاصي بالنص هيجي على طوله، طالع عبارة عن cystically dilated. هاي شوفون هاي السيستات سيست سيست سيست، وشكو بي ميوكاس ميوسين.
زين هذا الجروس فيتشر مال الجوفينال ريتينشن بولب عادة يكون سوليتري، يجي واحد ويجي يعني أعمار صغيرة. هذا الميكروسكوبيك فيتشر تشوفوا نفس الشيء، دايليتد جلانز وهذه مليانة ميوسين، نحتاج صبغة ميوسين يلا تبين لنا تطلع لنا زرقة، فهنا تطلع هيك بيضة. دايليتد جلانز كونتينينج أباندنت ميوسين اند انفلاماتوري دبريز. البولب المهم type of polyp important، كلها مهمة طبعا، بس هنا اللي اكثر اللي هو الادينوميتس polyp. ليش؟ لانه هذا هو precursor of malignancy. من اسم ادينوميتس، ليش سميناه ادينوميتس؟ لانه هو بي change بي يعني قابلية يتحول الى malignancy، وبي malignant changes plastic changes الصير. ذاك اليوم حكينا على cystire والpedunculated، خليت لكم صورة. هذا يعتبر سيسايل، شوفوا شلون لاطش على الميكوزا على الوال، وهذا يعتبر بيدنكوليتد لأنه به هذه النيك، هذا بيدنكوليتد وهذا سيسايل. ممكن تيجي الأدينوميتس بولب أني شيب أو أني سايز وأني أريا. ها الأدينوميتس بولب يا أما يجينا فيلاس، هذا التايب مال فيلا اللي هو فيلاس أدينوما، او يجي تيوبيولار. التيوبيولار همينه هيك يصير فيلايات كلش طولانيات، مو هذه فيلايات طولانيات، هذه فيلاس. ذاك يجي تيوبيولار يعني جلانز هيك مدوره. هذه التايب اللي هذا كله هو البولب ماخذيه قاصي، يعني هذا بولب صغير وني وماخذيه قاصي هيك على طوله وحاطيه على السلايد، فتشوفون شلون صاير بروليفريشن اوف ابيثيليوم. هذا النورمال ابيثيليوم، تشوفون هذا النورمال ابيثيليوم شلون مبين افتح، هذا ديسبلاستيك بي تشينجز صاير هايبركروميجيا، هذا افتح بعده بي ميوسين، هذا شو ميوسين مالته بادي يخلص. الترتيب مالته شلون مرتب، فيلاي بصف فيلاي، هذا شلون مخربط وبرانشينج هيجي. فهذه فيلاس ادينوما، هذه تايب اوف ادينوميتس بولب فيلاس ادينوما. عندنا واحدة من التايبس اوف البوليبس عندنا الهيريديتاري سيندرامز، ذولا يصير عندهم يعني جينيتيك، فيصير بالايرلي ايج مرات يبدا، خصوصا هذا الموس كمان وان هو الفاميليال ادينوميتس بوليبوسز. هذا سامعين يعني اذا ما سامعين راح تسمعون بيه هواية بالجراحة اكثر شيء. وشوفوه همين هذول يصير عندهم genetic predisposition autosomal dominant واكو autosomal recessive. يصير عندهم بالكولون اكثر من 100 polyp، يصير كل الكولون involved، ويصير بي risk of malignancy عالي، ويصير بي يعني دائما عادة ذولا من يدقنزون يسولهم total colectom، يشيلون الكولون كلية لأنه عندهم risk of malignancy والcomplication ما تهواية، وينتهون بcolostomy يعني disastrous prognosis طبعا مزعج كلش خطية يعني. فإحنا شايفين هواية من عنده، هذا من يجينا بال من يعني نريد ندقنزه لازم بالجروس قبل من نفتح الكولون هيجي نحسب عندنا لازم أقل شيء 100 polyp يلا نقدر نقول عليه فيمينال أدينوميتس بولب. طبعا هو أذر كرايتيريا ويا يعني هم يسوون جينيتيك كونسلنج وهذه، بس يعني هو من نلقي فوق 100 polyp هذا يعتبر فيمينال أدينوميتس بولب. هذه صورة زين يعني، هذا يحسب على كل الكولون يجوز نلقي 100، بس اكو يعني يجي كلش يعني استادد بالبولبس مليان مليان، فنقعد نحسب ونبين من شكله اذا هيك يعني هو عابر المية، فنحسبهم فوق المية وناخذ طبعا من هسه اذا هذا اريد ناخذ منه طبعا هذا شكله لارج بولب ناخذه، هذا شكله شوية صاير بي هيموريج ناخذه، نشوف اي واحد شكله بي ديسبليجا خما ناخذ 100 بولب كلهن نفحصن، اي واحد لارج شكله ابنورمال بي ألسريشن بي ديسبليجا ناخذه، نتوقع انه بي راح نلقي تشينجز وبالنتيجة يعني ننطي الدايجنوسيس. مرات نلقي بي اذا ليت ستيج يعني حتى ممكن يجوز صاير بادي كارسينوما بي، وهو بالنهاية كله راح ينشف الكولون. عندنا الأدينوكارسينوما الكولوركتال أدينوكارسينوما، طبعا هي نفسها نفس الفيتشر نفس التايبس نفس الكولون والركتم، وعادة لذلك يسموها كولوركتال سوى، وعادة هي اللي تجي يعني بين بالمنطقة الجنكشن بين الكولون والركتم، هواية تجي من أما متاسس منا لهنا أو منا لهنا.
يا اما تجينا بس ماس هيجي مبينه ulcerated او polypoid او fungating ماس، او تجينا مجرد thickening بالوال. يعني مرات نفتح نلقي بس وال كل شيء ماكو ماس، بس هنا من نجي على كيفنا ندور تشوفون هاي thickening، هذا البياض هذا هو الماس، هذا thickening شلون مسوي fibrosis وstructure بالوال. هنا هذه normal، هنا يعني همين أبادي بها changes. شوفوا هذه نتوقع هنا ميتاستاسيز واصل، شوفون الاريا مو نورمال. ناخذ هذه طبعا، ناخذ قطعة هيج، ناخذ قطعة هيج نشوف، ناخذ من هنا طبعا نشوف لي وين واصل. يعني احنا عندنا هسه اكثر منطقة نتوقع واصلها هو هذه منطقة خوف واصلة بالوال، هذه المنطقة كلها ناخذها نقول ايش قد نشوف ايش قد عابرة للفات. هذا الفات راح نلقي بيه لينف نود طبعا اذا واصلت لها، او الفات هذا كله يغير بالستيجنج. هنا نفس الشيء هسه تشوفوه، هذا عبالك ويل ديماركيتد، بس هنا اكو ابنورماليتي همينة، هذا واصل لهنا اذا ناخذه نفحصه، حتى هذا الفات احتمال واصله. الكولوركتال ادينوكارسينوما هي ادينوكارسينوما، بيها هواية تايبس يعني كاركتكتشرال فيتشر مالتها، وكل وحدة طبعا تختلف البروجنوسز مالتها عن الثانية، بس لستة طويلة. يعني انا خليت لكم وحدة منها اللي هي ميوسينس تايب، اللي هي كمان هذه ميوسينس تايب. ايش راح نشوف؟ هذا الباك جراوند كله ميوسين، من اسمها ميوسينس يعني بروديوس ميوسين، فعندنا باك جراوند اوف ميوسين وطايفات بالابنورمال جلاند ديسبلاستيك جلاند المالجننت جلاند مطشرات بباك جراوند اوف ميوسين. يعني هاي يقولون سي اوف ميوسين، بحر اوف ميوسين، وبي ده تسبح الجلاند. شوفوا الجلاند ببينه شكلها ابنورمال، ماكو جلاند تشبه الثانية. إذا ننزل عليها راح نلقي الفيتشر مال المالجنسي اللي هي النيوكلياس مخربطة وهايبركروماتيك وما أعرف شنو، هاي كلها الديسبليجيا راح نلقيها بها واصلة مرحلة المالجنسي، ونلقي انفيجن همينة للأدجيسنت وهي الاركتكتشر مالتها، فهي كلها نجمعها يطلع مالجنسي. أذر فاريانت حبيت أشوف لكم إياه، حكيت لكم إياه عليه يمكن بالمحاضرة السابقة، اللي هو السيجنت رينج. السيجنت رينج حكينا قلنا تشبه الخاتم، اللي هي راح تجي دروبلت اوف ميوسين وراح تدفع النيوكلياس للطرف. ده تشوفون هذا الميوسين بالنص ماني دروبلت دافع على النيوكلياس هذه الزرقاء بالطرف، فصارت تشبه الرينج تشبه الخاتم. شوفوا هذه شلون واضحة، كلهن هن سيجنترين، كلهن سيجنتات حلوات بعد، يعني ما تنسوها من تشوفوا. هذه واحدة من التايبس، واكو السوليد واكو الهيباتود، او يعني بس لسته طويله، فحبيت اشوفكم دنيا تبقى ببالكم. نجي على الابندكس. الابندكس اندوت عرفوا الكمان يعني برزنتيشن، ما اما اكيوت او كرونيك ابندسايتس، وما وذا سامعين وما سامعين النيورو اندوكراين تيومرز تصير كلش كمان بالابندكس، وعندنا ميوسينس تيومر همين تصير. فاحنا ناخذ الكمان اللي يفيدكم، هاتشي نحكي على الابندسايتس. الكوز مال الابندسايتس وحده من الكوزز ممكن يصير فيه كولي، طبعا هذا ابندكس قاصي هيجي بالنص يعني طالع مدور مثل التيوب، هو اصلا مثل التيوب فقاصي هيجي. هذا شوفون شنو هذه، في كوليث فيسز ستول صاير داخل بنصه وسوي بيه اوبستراكشن وصاير انفلاميشن. اذا نجي على المايكروسكوبي راح نشوفه هيجي قاصي، هو نفس القصه هيجي دائره. هذا المصل، هذه المصل ماته، وهذه الميوكوزا ماته الابيثيليوم زين، وهذا بالنص هو الفيكوليث او الفيكاليث، هذا فيتشر طبعا من مبين من هنا شكله هايبريميك اكو انفلاميشن صاير بيه. هذه الميكروسكوبيك فيتشر مال اكيوت ابنديسايتس، هذه الميوكوزا بها انفلاميشن، وهذا تشوفون ايش قد انفلاميشن فوق وهيموريج وجرانوليشن تشو، هذا كله اكيوت انفلاميشن. اذا ننزل عليه كله نيوتروفيلز لينفوسايز بلازما سيلز ايون زينوفيلز، يعني هاي النيوتروفيلز تشوفوها كلش صغار وبيها فصين او ثلاث فصوص، فهذا فيتشر مال اكيوت
appendicitis هذه الميوكوزا ما تاكلها inflamed وصار بيها sloughing. Thank you very much.